طبعا. وانت عارف قد ازاي، زي طبعا. ما انت دخلت قلت لي كابتن احمد شوبير ما كانش عنده خطه بدايه، متمرس مكسب كبير جدا طبعا لاتحاد الكوره، اتحاد طبعا الكوره هو اللي كسبه، وكنت متوقع نجاحه. وانا قلت لك اه طبعا كسب بفرق كبير، 146 صوت مقابل اكتساح 60 صوت اكتساح، لكن الكواليس كان فيها كتير. خلينا نبارك للكابتن احمد شوبير، مبروك يا كابتن احمد. إيهاب مساء الخير، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا ليك وتحياتي للصديق العزيز كابتن محمد حسن. حبيبي يا ابو حميد، والف الف مبروك. حبيبي يا محمد، ومبروك مبروك لاتحاد الكوره، مش ليك انت، مبروك لاتحاد الكوره. الله يخليك، الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك يا رب. بالظبط يا كابتن، يعني مبروك لحضرتك ومبروك لاتحاد الكوره كابتن حشيش. يعني وهو بيتكلم قال يا جماعه كابتن احمد شوبير اضافه كبيره لاتحاد الكوره، الفرق كبير والاداء، انت عملت جيم كبير جدا وزرت كل الناس وبتحقق 146 صوت مقابل 60 صوت، لكنها يا كابتن رغم النتيجه الكبيره لم تكن انتخابات سهله. بالظبط يا ايهاب، زي ما انت قلت الاول، بس خليني احيي كل الساده المشاهدين واحيي الاستاذ عاصم مرشد اللي كان منافسي في الانتخابات لانه عمل جيم طبعا محترم. لازم الناس ما تنساش ان الاستاذ عاصم ده عضو في مجلس النواب، وعاصم خد تجربه انتخابيه عنيفه المره اللي فاتت، واخد حوالي 80 صوت من الاصوات. تمام، تاخد 80 صوت في وسط 20 مرشح، ده بيبقى رقم كبير جدا يعني، غير انه كان داخل الانتخابات التكمليه دي كانت المفروض تتعمل السنه اللي فاتت، بس الجمعيه العموميه ما كملتش 100 عضو فما اكتملتش يعني، فبقى له علاقه قويه جدا بالجمعيه العموميه. وانا كان زي ما انا قلت من 2009 خارج اتحاد الكره المصري، صحيح في صله كويسه في علاقه طيبه، لكن 80% تقريبا من الجمعيه العموميه متغيره. انا بتصور اللي حصل ده نوع من انواع تجديد الثقه والاحترام بيني وبين الجمعيه العموميه، وهما الناس عارفين الحقيقه ان انا مش راجل بتاع وعود ومش راجل كذاب، والحمد لله والشكر لله يعني اللي بقوله بنفذه، وانا بشتغل شغل جماعي ما بعرفش اشتغل شغل فردي. هتلاقي تصريح عنتري ليا، مش هتلاقي كلمه طالعه في الهواء كده بدون يعني معنى، مش هتلاقي برضو كمان التصريحات العنتريه اللي كانت بتطلع من البعض داخل الجهاز الاداري داخل الاتحاد. يعني بتمنى ان شاء الله انه في حاجات كثيره جدا تفتنا المجلس، انا بريد عليها وعدد كبير من اعضاء مجلس الاداره، ان شاء الله ان احنا نقدر ننفذها، لانه بتصور ان اتحاد الكوره محتاج مره ثانيه الى اعاده، وانا قلت الكلام ده من البدايه، اعاده الانضباط الاداري داخل الاتحاد، اعاده هيبه الاتحاد، قوه الاتحاد المصري لكره القدم، امور كثيره جدا. الانتخابات خلصت باعلان النتيجه، بشكر السيد المستشار احمد حلمي الشريف واللجنه الانتخابيه المحترمه جدا الحقيقه اللي ادارت العمليه بمنتهى الاحترام والاحترافيه بشكل جميل جدا، لكنه اتحاد الكوره محتاج تاني يعيد صورته البهيه الجميله لجماهير الكره المصريه والدنيا كلها، لان اتحاد الكوره المصري هو اقدم اتحاد في المنطقه، وبالتالي يعني لازم تبقى صورتنا قدام العالم اجمع ممتازه ان شاء الله. بالظبط كابتن شوبير، اكيد وقت ما كنت بتختلف مع اتحاد الكوره بتختلف للصالح العام، وكنت بتقول ده في الواقع الكبير. الفترة اللي فاتت كانت الأمور ماشية بشكل كويس جدا، لكن أكيد ليك بعض التحفظات دي هتكون طبعا على ترابيزة الاجتماعات، لكن تصريح مهم جدا للكابتن أحمد شوبير، أنا نائب رئيس اتحاد الكورة. لا هو قصة ببساطة شديدة جدا، أنه أنا ما دخلتش من نفسي كده الانتخابات. الحوار ده دار من حوالي 3 أو 4 شهور بلقاء خاص بيني بين المهندس هنا بريدة، الراجل قال لي أنا عايزك تكون موجود معايا الفترة اللي جاية. قلت له طب ايه الدور؟ قال لي منصبك الطبيعي اللي هو النائب، انت المفروض داخل نائب في الترتيبه الاولانيه، حصلت ظروف ما خلتنيش اترشح، الظروف دي كلها انتهت وخلاص الحمد لله رجعنا كما كنا، فبالتالي راجع لترتيبتك الاولانيه. ده بيني وبين المهندس انا بريده وكثير او لم يكن كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، فبالتالي انا ما بقولش حاجه صعبه، بس انا الامر كان بوضوح ايهاب انه اللي كان بيتكلم على موضوع النائب اقول لهم والله احنا عندنا انتخابات، يعني ما تسبقش خطوه قبل خطوه. تمام. الانتخابات الاول وبعد الانتخابات تبقى تتكلم على منصب داخل الاتحاد، وبصرف النظر برضو يعني ان شاء الله يعني الموضوع ده انتهى، لكن بصرف النظر في اي منصب انت عارف الحمد لله الواحد بيأدي طبعا بشكل جيد وبيأدي باحترام، لكن هو ده اتفاق تم بيني وبين المهندس انا ابو ريده. اتفاق ده طبعا اكيد برضا وحب جميع الاعضاء، وانا اعلم العدد اللي من غير ما نقعد على الترابيزه هو مؤيد للكابتن احمد شوبير اللي يكون نائب رئيس اتحاد.
كل الاعضاء بلا استثناء، حتى الخلافات الصغيره اللي كانت موجوده بينه وبين البعض الحمد لله انتهت. ورغم ان الانتخابات دايما بتبقى عمليه شاقه ومتعبه ومؤلمه، لكن انتخابات المره دي الحقيقه انا اكثر واحد استفاد منها. اولا عدت العلاقات كامله بيني وبين كل الساده الافاضل داخل اتحاد الكوره، ده ما يمنعش ان هيكون في خلافات وجهات النظر، ده امر طبيعي جدا ومنطقي. نمره اثنين، انا فزت على ال 222 نادي كلهم زرتهم باستثناء محافظه البحيره لان المنافس كان من هناك، لكن تواصلت معاهم تليفونيا، عرضت على كل مشاكل وكل ازمات وكل حاجه بتعاني منها الجمعيه العموميه، طرحنا رؤيه وفكره للدوري العام النهارده تم الموقع عليها في الجمعيه العموميه الحمد لله، وده ادانا كمان مصداقيه اكثر عند الجمعيه العموميه. اتكلمنا في موضوع ما يسمى بالدعم وليس دعم ولكنها حقوق الجمعيه العموميه، نظام المسابقات، الملاعب، التحكيم، الناشئين، رائع، حاجات كتيره جدا بنتكلم فيها لابد ان المناطق أخرى. المناطق كمان يا ابو حميد، وده هيفرق جدا مع اتحاد الكوره لانه طبعا محتاج ده، يعني لازم يكون عندك دوري عام منتظم مش دوري ممتاز بس، الدوريات كلها. انا بكلمك دلوقتي الحمد لله بعد النجاح، لكن بقول لك ده كل يعني الناس هتبقى عارفه مسابقات الناشئين تعمل بشكل محترم، تعود مره اخرى مسابقات البراعم من جديد مره ثانيه، الدورات التدريبيه اللي كانت تعمل في كل محافظات الجمهوريه، تمام، دورات التدريب للتحكيم كمان بشكل جيد، الملاعب المغلقه دي لابد انها تتفتح، كمان علاقه الانديه بالوزاره حضرتك لابد ان يكون لك دور فيها، الانديه ما بتقدرش توصل للوزاره بسهوله عكس ما انت بتقدر توصل بسهوله للوزاره، وبالتالي اتصور ان ده برضه امر مهم جدا انك تساعد الانديه من خلال علاقتك القويه بالوزاره وباللجنه الاولمبيه، دي كلها امور لازم نساعد فيها، لازم يبقى لنا دور كويس فيها باذن الله. كابتن حشيش عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا كابتن. كابتن احمد، طبعا يعني من اهم الحاجات اللي انت عملتها يعني ان احترامك للمنافس، وبرغم ان احنا كلنا يعني كنا عارفين ان انت ان شاء الله يعني هتكسب وباكتساح، انما انت ما خليتش حته في مصر، ما سبتش عضو في الجمعيه العموميه الا ما عديت عليه، وانا شفت الحب ده في احد المؤتمرات، حب كبير للكابتن احمد شوبير، وده بيحملك مسؤوليه كبيره جدا بالنسبه للانديه كلها. بص يا حشيش، انا احترمت نفسي اولا، واحترمت الجمعيه العموميه برضو اولا، واحترمت منافسي برضو اولا، لان ده مهم، اللي عايز ينجح لازم يحترم صحيح. كل الاطراف اللي موجوده، انت مش هتشتغل الا من خلال جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه عندها مشاكل كتيره جدا، يمكن انت مثلا مدير منطقه القاهره المنطقه عندك الحمد لله ماشيه بشكل كويس، لكن باقي المناطق تم تفريغها من مهام عملها صحيح. خالص على الاطلاق، عندهم مشاكل بالجمله صح. المناطق لا دور لها على الاطلاق صحيح. بعد ما كانت المناطق دي هي يعني الذراع اليمين بتاع اتحاد كره القدم المصري، فده لولا زياراتك ولولا جولاتك ما كنتش عرفت ده، تعرفت من خلال جولاتي دي ان انا احترمت نفسي واحترمت الجمعيه العموميه فيها على كل مشاكل الانديه. كمان كان مهم جدا اعرف نقاط ضعف ونقاط قوه المنافس، لانه زي ما انا قلت في البدايه الراجل ليه علاقات طيبه جدا، راجل عضو مجلس نواب، ويعني ليه علاقات كمان بالاخوه الزملاء نواب مجلس الشعب، انت عارف احنا شعب بطبيعتنا مجامل يعني، فكان لازم تعرف نقاط الضعف ونقاط القوه. يمكن انا كنت متخيل ان عدد اصواتي ممكن يكون اكثر من كده شويه، لكن مع امبارح او اول امبارح عرفت بالظبط، تاكدنا لما عملنا حساباتنا انه الاصوات اللي ممكن تطير مننا هي حوالي 60 صوت، وده اللي حصل بالظبط. كان عندنا سوء حظ في حوالي 5 اصوات كانوا موجودين، تفضيلاتهم كانت موجوده لكن للاسف ما كانوش مختومين بختم مديريه الشباب والرياضه، فتم رفضهم من قبل اللجنه الانتخابيه، وده حقهم تماما. يعني حشيش انت عارفني وعارف طبيعتي من صغري، وانا بحترم عملي جدا، مظبوط، بحترم تدريبي لما كنت لعيب، بحترم شغلي لما كنت مدير للمنتخب الوطني او مدير التسويق في الاتحاد، وايضا وانا في اتحاد الكوره سواء كعضو او كنائب رئيس الاتحاد. ما خبرات كبيره يا كابتن، والتسويق ده نقطه مهمه جدا، خاصه ان اكبر يعني قضيه بقى لها فتره في اتحاد الكوره، وحضرتك برضو سمعت ارائك كتيره فيها بالشكل الاعلامي، واكيد هيبقى ليك راي فيها وانت مسؤول دلوقتي، قصه محمد صلاح والفاكسات اللي رايحه جايه والايميلات والامور، واللي مش عايز يلاقي يعني احنا ما بنخترعش العجله يا كابتن، الحقوق معروفه، لكن دايما الملف ده في ازمه كبيره. ما فيهوش ازمه ولا حاجه يا ايهاب، على فكره الملف ده من اسهل الملفات من وجهه نظري. احنا دلوقتي الامور اتغيرت، عندنا بقى عندنا شركه راعيه بروفيشنال محترفه بشكل قوي، بتقدر تدير ملفات بشكل محترم، لها ادوار مهمه جدا في الكره المصريه في الفتره الاخيره، نجحت في 99.9% فيها. ما اعتقدش ان شركه بهذا الحجم يعني
بهذه المبالغ اللي بالمليارات اللي بتصرف على الانديه وعلى مسابقه الدوري العام ومسابقه كاس مصر، مش هتبقى عارفه ايه حقوق محمد صلاح وايه اللي ليها. ما هو ده اللي واضح لغايه دلوقتي يا كابتن، يعني ده اللي واضح ان الفاكس يعني الايميلات اللي بتيجي وبتروح ان القصه لم تحل حتى هذه اللحظه. لا، القصه انا شايف انها في طريقها الحل الصحيح والامور هديت تماما. ممكن يكون في سوء فهم من مثلا بعض الاطراف او احد الاطراف، لكنه الحفاظ على محمد صلاح ده واجب قومي وضروري جدا. طبعا الحفاظ على حقوق المنتخب الوطني ده واجب قومي وضروري جدا جدا جدا. زي ما قلت لك يا هبه، انا عمري ما هشتغل فردي، هشتغل من خلال مجموعه. ده اكيد واضح. لازم تطلع على الملفات من خلال اتحاد كره القدم المصري وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. وانت كده كده في المطبخ يا كابتن، انت عملك ما بعدت عن المطبخ حتى بعملك الاعلامي، لكن اللي بيسمعنا دلوقتي هقول لك ايه اللي تغير عند الكابتن احمد شوبير لما كان عنده خلافات مع الشركه الراعيه، دلوقتي بيتكلم كويس على الشركه الراعيه، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان انا دلوقتي انا بقيت احد صناع القرار، يعني واحد نمره اثنين. انا طول عمري عندي مقوله: لا خلاف دائم ولا صلح دائم. تمام. خلاف بيدوم ولا صلح بيدوم، يعني بتختلف في وجهات النظر لكنه اكيد بنصل الى نقطه اتفاق. احنا اختلفنا خلافات عنيفه جدا، ثم في النهايه وصلنا لنقطه تلاقي. بقى لنا حوالي 7 8 10 شهور الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، وانا استضفت الاستاذ محمد كامل اللي قاع الهوا كان حد طبعا كلها من فضل الله عز وجل. وعلاقتي بالمهندس كان ابو ايضا استضفته اكثر من مره في مواضيع كثيره جدا، وبالتالي العلاقه قائمه. بيبقى في خلافات في وجهات النظر، لكنه زي ما بقول لك انه احيانا بنتفق واحيانا بنختلف، فنفضل مختلفين طول عمرنا. بالظبط. فكان في نقطه للاتفاق، ده امر مهم جدا نقدر ننطلق من خلالها، وده اللي حصل من فضل الله سبحانه وتعالى. اكيد يا كابتن محمد. اتفضل. يعني كلمة بس أخيرة على المستوى الشخصي، أنا عارفها كويس يعني عنك، يعني إن أنت صاحب قرار وما بتسيبش زي بعض الناس المشاكل مع الوقت تتحل بنفسها، أنت بتخوض في المشاكل وصاحب قرار فيها، ودي أهم حاجة يعني أنا عارفها عنك. يعني بص يا محمد، المواجهة مهمة جدا. صحيح. ومواجهة المشاكل ده مهم جدا، ورأيك الواضح على ترابيزة مجلس الإدارة مظبوط مهم جدا جدا جدا، وأوعدك إن ده هيبقى أسلوبي يعني. وأنا متفق برضه مع المهندس هاني أبو ريدة على كده، إن إحنا مش هنأجل حاجة لبكرة، وإن إحنا مش هنمسك عصاية من النص، إحنا هنواجه كل المشاكل اللي قدامنا أيا كانت هي، تكون واضحة جدا جدا. هو تحديدا قال لك في الجلسة يا كابتن، تحديدا قال لك في الجلسه يعني في ناس، بعض الناس مش فاضيه، لكن في واحد عضو شغال معايا على طول، وانت ان شاء الله لما تكون موجود هتكون اضافه كبيره اللي هنسند مع بعض وندير، مستنياك مسؤوليات كبيره. لكن عمل الكابتن شوبير الاعلامي وعمل عدد كبير من اعضاء الاتحاد الاعلامي ده اكيد الفتره فاتت الناس بقت فاهمه، ما بقاش شاكل العائق الكبير، وانتوا بتعرفوا بالظبط تفرقوا بين الوضع ده والوضع ده. هي كانت الناس يا اهاب بتبقى متضايقه انك بتاخد اخبار، مش انا يعني، انه بيبقى في اخبار بتطلع على القنوات، لكن شهاده لله يعني انا شغال انا مع سيف زاهر بقالي فتره طويله، شفتش ان سيف ابدا استغل هذا الامر لصالح شخصي ولا حاجه في البرنامج. عايز اقول لك انه كانت في حاجات كثيره جدا انا عارفها الفتره اللي فاتت، مثلا ماتش اكتوبر الاهلي انا كنت عارفه، بس كنت عارفه في قاعده مع المهندس هاني ابو ريده قبلها بخمس ايام، بس يعني اعتبرت نفسي واحد من اصحاب القرار او من صناع القرار، فقلت مش من الامانه ان انا اقوله، مع ان انا كنت دايما بنفرد بالاخبار على صفحتي او في برنامجي زي ما انت عارف. صح صح. هذا امر اعتقد دلوقتي الناس تفهمته بشكل جيد، وفي النهايه احنا اعضاء مجلس اداره او بنشتغل مش بنشتغل عفوا او احنا في مجلس اداره الاتحاد طول فتره ما احنا موجودين في اجتماعات المجلس، لما بنخرج بنخلع العبايه دي بنبقى شغلنا اللي بيشتغل دكتور، اللي بيشتغل مهندس، اللي بيشتغل رجل اعمال، اللي بيشتغل اعلامي، دون ابدا اي يعني عايز اقولها مش عارف اجيبها ازاي، لكن دون اي مصلحه شخصيه طبعا، ولا يتعارض. اخيرا طولت عليك، لكن كمسؤول شايف مباراه الترجي والاهلي ازاي؟ مباراه مهمه كبيره جدا، وكنجم من نجوم النادي الاهلي. بص يا هاب، انا طبعا لا اخفيك يعني قلقي الشديد جدا على اللقاء ده، لان انا كمصري وكاهلاوي بصراحه يعني انا مشتاق جدا لبطوله افريقيا. مش عايز اقول لك السنه اللي فاتت الالم اللي تسبب لي او اللي حصل لي بخسارتنا من الوداد المباراه النهائيه لسه الم واجعني كمصري حتى هذه اللحظه. اشتقت قوي ان انا اشوف الاهلي في كاس العالم للانديه، اشتقت ان انا اشوف كابتن النادي الاهلي وبيرفع كاس ابطال افريقيا ابطال الدوري العام. مباراه صعبه جدا، فريق الترجي فريق لا يستهان به، فريق محترم، رغم ان عنده تغيير الكابتن خالد بن يحيى المدير الفني، لكن عندهم حته حماس.
صحيح ما كانوش موفقين امام برميرد القدس الانجولي زي ما احنا ما كناش موفقين في لقاء العوده امام وفاق الصيف. انا بتمنى ان احنا نحسم اللقاء ده من مباراه الذهاب هنا في برج العرب. عايز اقول لك انه انا لحد دلوقتي مثلا قد ايه من الناس مكلمني عايزين تذاكر للقاء الاقبال. هذه قصه بقى موضوع التذاكر ده مسانده جدا جدا جدا. وبالتالي انا بتمنى من لعيبه النادي الاهلي انه يحسموا لنا مباراه الذهاب. يفوز بهدفين هيحسم لك تماما الموضوع هناك. اقل من كده اي نتيجه غير كده هتدخلنا في دوامه هناك. وقصه انا عجبني جدا تصريح كابتن محمد يوسف قصه الكعب العالي في رادس دي عايزين ننساها لانه في النهايه دي كره قدم. اشكرك كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره ونجمنا الكبير ومبروك الف مبروك يا كابتن.